موجود على الشاشه. ونمره الاخ او اخو حضرتك يا ريت برضو يكلمنا، لان احنا دايما بنتصل بنلاقي ان الرقم بتاعه غير متاح. الحاج فرج من المنيا، اتفضل يا حاج فرج. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. فرع 4 انظار يا فندم، فرع 6 انظار ما فيش ميه فيه خالص، وقلت في ازاله جت عليه وما فيش ازاله حصلت. الكلمه بتاعت ما كلمتك انا المره اللي فاتت وقال لك عملنا 30 ازاله ما حصلش خالص اصلا، ولا ازاله حصلت. بتاعت مكان هنا محافظ. لما نزل المحافظ في الحمله، طب ايه اللي حصل؟ نزل في المحافظ وقال لك ده احنا عملنا 30 ازاله يوميه ما فيش ولا ازاله حصلت. لا احنا لما اتكلمنا مع وكيل وزاره الري. ما كلمناش المحافظة على الهواء ساعتها، كلمنا السيد. ايوه من عارف. من عارف يا فندم. هو قال لك يوميا عملنا 30 ازالة. انت قلت له من كام ازالة؟ قال لك من 200 ازالة، لما هو الخط فرع 4 انظار عليه 500 ازالة. هو 30 ازالة من 200 ولا حاجة. يعني هو 30 ازالة من 200 ازالة، انت بتقول له 500 حالة كمان، هو يعني ايه 30 ازالة؟ هي مفيش ولا ازالة حصلت اصلا. 6 انظورة لسه ما فيهوش مية. وست انظوره دي يمكن عليها 1000 مخالف اصلا. دي انت كنت قلت لي ان هي فيها الجهه الغربيه وفيها جهه ثانيه ولا؟ ايوه يا فندم، فرع 4 اللي هو الشرقي وفرع 6 اللي هو الغربي. فرع 4 الشرقي و6 الغربي. 6 دي عليها 1000 ازاله. مفيش ولا ازاله حصلت عليه. ولا ازاله. وانا عندي الارض بتاعتي فيها ميه ارتوازي مالحه، كنت قاعد اعملها صوب، بتقعد الصوب قالوا ما تنفعش الميه المالحه في الصوب. ميه درجة ملوحة قد ايه؟ ما اعرفش يا فندم، درجة الملوحة عالية عندنا. يعني حتى ما تنفعش في الصوب. كنت عايز اعملها صوب واعمل فيها خيار واعمل فيها فلفل، ما نفعتش. انت المساحة بتاعتك قد ايه؟ 5 فدن يا فندم. ما شاء الله. زرع ايه؟ 5 فدن وجنب المباني، يعني انا لو ابيعها مباني النهارده ابيع قرض ب50000، وابيعها اريح نفسي خلاص واعمل لي مشروع. بس هتتعب ولادك. ايوه ما هتعب ولادك، انت هتريح نفسك وهتتعب ولادك بعد كده، هيطلعوا هيشتغلوا ايه؟ انت 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 والدك كان فلاح وجدك كان فلاح، واحنا بنعتز بالفلاح المصري، الناس هو ده المنتج الحقيقي، انما اولادك عشان يطلعوا يلاقوا الخير ده انت لازم تحافظ عليه، واحنا بدورنا طيب لازم نساعدك ان انت تحافظ عليه. يبقى انا يعني انا لا اعرف اخد حاجه في الميه ولا اعرف اعمل صوب مغطيه، لان الصوب المغطيه دي هتوفر الميه برضه. طبعا. هرجع تاني واشوف ايه الموضوع بتاع 6 انظورة ده، وليه في بطء في تنفيذ الازالات؟ وإذا كنا وصلنا للعدد الكبير قوي من التعديات ده كنا فين؟ فين المحليات يا جماعة؟ فين المحليات؟ النهاردة الفلاح ما يعرفش غير وكيل وزارة الزراعة ووكيل وزارة الري. طب فين المحليات؟ وكيل وزارة الزراعة بيدي الراجل ده معلومة وبيدي له إرشاد، أنا النهاردة هو بيقول لي أنا عايز أعمل صوبة وما أعرفش الأرض عندي فيها ملوحة أو المية ومش هتنجح، هكلم الإرشاد ونقول لهم الراجل ده عايز يعمل صوب زراعية يشتغل إزاي؟ عايزين نحلله المية. ونكلم الري ونبتدي نشتغل معاه، هو ده دور الناس دي، الزراعه والري. انما لما نيجي نتكلم على ازاله التعديات، مهندس الزراعه هو اللي هينزل ولا وكيل وزاره الري اللي هو مسؤول عن الميه ومسؤول ان هو يتابع المنوبات وكميات الميه، هينزل يشيل الازالات بنفسه ولا لازم المحليات تشتغل وتنسق مع الداخليه او مع الشرطه علشان ننزل نلحق الناس دي؟ هم فين؟ حاضر انا هتابعها لك وهعرف امتى ان شاء الله يعني هيبقى فيه اهتمام ب6 انظورة حاج فرج. هو